كوكي بتحب الرسم قوي، فكرت ارسم ايه النهاردة؟ اهو هرسم بومة. رسمت كوكي بومة بني على ورقة بيضة وكانت مبسوطة قوي. حطت الرسمة في اوضتها وشدت عليها بطانيتها ونامت. بعد شوية سمعت صوت غريب. في الأول خافت، لكن قالت لنفسها خليكي شجاعة يا كوكي. فتحت عينها لقيت بومة واقفة عند الشباك بتحاول تفتحه. قربت كوكي منها بالراحة وسألتها انتي مين؟ ردت عليها البومة أنا صاحبتك اللي رسمتيني من شوية، الليل جه ولازم أخرج أصطاد، افتحيلي الشباك من فضلك. فتحت كوكي الشباك للبومة اللي طارت في السما عالي. وقفت كوكي تتفرج عليها وهي بتلف وتدور وتلف وتدور. وقررت كوكي إنها ما تنامش وتسيب الشباك مفتوح وتستنى البومة لما ترجع. بعد شوية رجعت البومة ودمعة صغيرة على خدها. سألتها كوكي مالك؟ مش خرجتي تصطادي زي ما انت عايزة؟ ردت البومة أيوة، بس كنت لوحدي طول الوقت، ما حدش بيسليني. فكرت كوكي وفكرت، وقبل ما يطلع النهار رجعت البومة للورقة تاني. وكوكي قاعدة بتفكر لحد ما دخلت عليها كلارا بنت خالها. لقيتها حاطة ايدها على خدها. سألتها مالك يا كوكي؟ حكيت لها كوكي عن المشكلة. ضحكت كلارا وقالت الحل عندي. مسكت كلارا ورقة وألوان ورسمت بومة تانية. بتفكري في ايه يا كلارا؟ كده بقوا بومتين. لما جه الليل فتحت كوكي وكلارا الشباك وحطوا الورقتين على المكتب، وهوب خرجت البومتين من الورق وطاروا في السما عالي. طاروا سوا واصطادوا سوا، كانوا مبسوطين قوي، وكوكي وكلارا كمان كانوا مبسوطين قوي. شكرا كوكي، شكرا كلارا. كتبتها وألقتها سمر إيناوي.